تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم الجامعة الملكية المغربية للدرجات بتنسيق مع عصبة الصحراء للدرجات وبتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة وبدعم من وكالة الجنوب واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، النسخة الخامسة من لحاق المسيرة الخضراء الدولي للأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك تحت شعار الرياضة قاطرة للتنمية المحلية المستدامة. التظاهرة ستنطلق ابتداء من يوم 26 فبراير إلى غاية يوم 8 من شهر مارس القادم، وستشمل مدن العيون، طرفاي بوجدور، أسمارة، قليميم، السزاق، طنطان، سيدي إفني، تزنيت، ووصولا إلى إنزكان. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحتضن مدينة الداخلة الدورة الأولى من السباق النسوي والتضامني الصحراوية 2015. التظاهرة من تنظيم Ultimate Event Organization و OL داخلة Consultion بشراكة مع ولاية جهة وادي الذهب الجويرة وبلدية الداخلة والمكتب الوطني للسياحة ووكالة الجنوب والمغربية للألعاب والرياضة والخطوط الملكية المغربية. وستعرف الدورة الأولى للسباق حضور أزيد من 120 امرأة مشاركة من المغرب وفرنسا. التظاهرة ستستمر على مدى 6 أيام من 17 إلى 24 فبراير الجاري بمدينة الداخلة. مشاهدين الكرام، أينما كنتم، قناة العيون رفيقتكم في كل مكان وزمان، فمن خلال الهواتف الذكية يمكنكم متابعة البث المباشر للقناة وكذا الاستماع إلى أثير إذاعتي العيون والداخلة، كما يمكن لمتتبعينا الرجوع إلى النشرات السابقة حسب تواريخ البث. برامج متنوعة من السياسي إلى الاجتماعي فالرياضي والتراثي والفني. تطبيق قناة العيون للهواتف الذكية بوابتكم إلى عالمنا. للاستفادة من هذه الخدمة حملوا تطبيقنا المجاني من أب ستور وجوجل بلاي. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية من قناة العيون. يحضر معي السيد الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أهلا بك. أهلا وسهلا. بالعيون وبمقر قصر المؤتمرات جرت اليوم أشغال المؤتمر الجهوي الرابع للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام للاتحاد السيد الميلودي مخاريق، وبحضور عدد كبير من مناضلي ومناضلات الاتحاد بلغ أزيد من 4000 مشارك ومشاركة. المصطفى خيا وصالح الرقيبي. المؤتمر الجهوي الرابع للاتحاد المغربي للشغل والذي اتخذ كشعار وحدويون معبؤون بالنضال ملتزمون وبمكتسباتنا متشبثون، والذي حضره أزيد من 4000 مناضل ومناضلة على الاتحاد، عرف تطرقا لمجموعة من القضايا ذات الصلة بواقع الشغيلة ووضع الاقتصاد الوطني وآخر مستجدات قضية وحدتنا الترابية. كلمة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي مخاريق دعا خلالها لوحدة الصف من أجل الوقوف أمام عديد التحديات التي تواجه الاتحاد. هذا المؤتمر يجي في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم 20 إن شاء الله في شهر 3 في الدار البيضاء، وكذلك الذكرى 60 لهذه النقابة العتيدة اللي هي الاتحاد المغربي للشغل. يجي كذلك في ظرفية التي وصل فيها الوقت لتجديد الأجهزة المسيرة لهذه النقابة من أجل كذلك إضافة شباب
مهم في الأجهزة المسيرة لهذا الاتحاد من شباب ومن نساء ومن قطاعات جدد اللي التحقوا بهذا الاتحاد. وقد عرف تشغيل هذا المؤتمر للاتحاد المغربي للشغل مشاركة متميزة لمناضلي الاتحاد عن مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي مشاركة دعا خلال هؤلاء عبر مختلف المداخلات للقيام بمجموعة من الإجراءات واتخاذ قرارات تدعو لتحسين أوضاع العمال بالقطاعين العام والخاص. المؤتمر الاتحاد المغربي للشغل يدخل في سياق تاريخي جد مهم، باعتبار أن أول زيارة للأمين العام لهذه المنظمة العمالية يزور هذه المناطق الصحراوية، ولا شك أنها ستعطي دفعة وشحنة كبيرة للمناضلين والمناضلات على المستوى العمالي بهذه الجهة، وستكون كذلك قفزة نوعية لتأسيس وهيكلة مجموعة من المكاتب النقابية التي تدخل في هذا الإطار. حضرنا هذا المجتمع في ظروف الحمد لله جيدة في الغاية على مسار النقابات والحقوق اللي نطالبوا بها، وجاينا ضيف كبير غالي علينا السيد الكاتب العام الأمين العام للنقابة السيد منخرق، وجبرنا ورحبنا به، والأمور المؤتمر ماشي بظروف جيدة للغاية الحمد لله، وكان عرس الحمد لله نقابي، عرس نقابي الحمد لله شهدت هاي المنطقة. اليوم نسجل حضور المرأة الصحراوية النقابية عن طريق المكتب الجهوي لاتحاد تقدم نساء المغرب الذي تم تشكيله في 14 فبراير هنا بمدينة العيون. نتوقع مرور هذا المؤتمر بنجاح إن شاء الله، ونحن متفائلين جدا. نعتبره محطة أساسية يجب أن تعقد في وقتها، لأنها تمثل دفعة أساسية للانخراط في القطاعات المشكلة الاتحاد، وكذلك الانخراط في النضالات التي يشرف عليها الاتحاد الجهوي. طبيعة الحال هذه محطة مهمة سمعنا لا يمكننا إلا أن نثمنها. ومن أهم الفقرات التي ميزت هذا المؤتمر للاتحاد المغربي للشغل انتخاب رئاسة ولجنة المؤتمر وعرض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهم وتشكيل اللجان. ويأتي هذا المؤتمر الجهوي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد المغربي للشغل، والذي من المرتقب أن يناقش عديد القضايا الحاسمة وطنيا في مارس المقبل. سيد الميلودي مخارق، يعني الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ما هي أهداف المؤتمر الرابع للاتحاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية باسم قيادة الاتحاد المغربي للشغل أريد أن أحيي الطبقة العاملة الصحراوية التي هي جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة المغربية، وأن أتمنى لها باسم الاتحاد المغربي للشغل الرقي والازدهار، وبأن الاتحاد المغربي للشغل سيظل دائما المدافع الأمين على قضايا الشغيلة المغربية أينما كانت. فعلا انعقد اليوم في جلسته الافتتاحية المؤتمر الجهوي الرابع للاتحاد الجهوي لنقابات العيون والأقاليم الصحراوية. الهدف من هذا المؤتمر أولا تقوية الصف النقابي، ثانيا تحيين المطالب للطبقة العاملة بالجهة، وكذلك تسطير البرنامج النضالي من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة بهذه الأقاليم العزيزة علينا. طيب سيد الأمين العام، لنا عودة لك في سياق هذه النشرة. وصل لليوم الثاني على التوالي الوفد القادم من جنيف زيارته الاستطلاعية للمنطقة، حيث قادته زيارة اليوم إلى مدينة المرسى للاطلاع على آفاق التنمية بهذه المنطقة الفتية. سالك الرحال ومحمد نشان. زيارة ميدانية لعدة أوراش تنموية كبرى بمدينة المرسى، من ضمنها محطة تحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع الواعدة التي حظيت باهتمام الوهد الإفريقي. شروحات وافية تلقاها الوفد عن سير الأشغال بعدة وحدات صناعية للأسماك والمراحل التقنية التي تمر بها عبر استثمارات مالية كبرى نهزت الملايين من الدراهم. كما طلع الوفد على سير العمل ببلدية المرسى ومختلف المشاريع المستقبلية بها. الزيارة لقت استحسان الوفد الإفريقي.
هذه الزيارة مناسبة لي للاطلاع على ما تزخر به هذه الجهة من إمكانيات واعدة. لقد اندهشت كثيرا من مستوى الاستثمارات الكبرى بهذه المنطقة القاحلة التي كنت أظن أنها منطقة قاحلة، لكن من خلال هذه الزيارة غيرت رؤيتي تماما عن هذه المنطقة. بزيارة مجموعة من الورش اللي كاينة مدينة المرسى، ونعت لهم جميع الفرص للاستثمار بمدينة المرسى، ونعت لهم المشاريع اللي مقبلة للمدينة المرسى. وكما تعرفوا أن هذه المجموعة اللي جاية من جنيف جاية أصلا باش تشوف هذا الشيء ديال حقوق الإنسان، وكما تعرفوا أن هذا تابع من ضمن حقوق الإنسان أن احنا كبلدية نعت لهم أن الفرص ديال الاستثمار موجودة لا اقتصاديا ولا اجتماعيا. وبمدينة العيون مساء اليوم كان للوفد لقاءات بمقر وكالة تنمية الإقاليم الجنوبية، حيث طلع على شروحات لسير عمل هذه الوكالة، كما كان له لقاء آخر بالمركز الجهوي للاستثمار حيث طلع على آفاق الاستثمار بجهة العيون بجدور الساقية الحمراء. وكان لرئيس الوفد الأفريقي تصريح خاص لقناة العيون ضمنه رسالة سلام إلى كل القوى الحية في العالم من أجل مساندة المغرب في وحدته الترابية. لنستمع. أود في ختام زيارتي للمنطقة وباسم فعاليات المجتمع المدني لعموم إفريقيا بجنيف التي تضم عددا من الجمعيات غير الحكومية والتي تشتغل من أجل السلم والتنمية والأمن والاستقرار للقارة الإفريقية، أود أن أبعث برسالة سلام انطلاقا من مدينتكم المحبوبة العيون إلى ساكنتها المدافين منذ الزيارة الأولى سنة 2010، وهذه هي الزيارة الثانية. هذه الرسالة باسم مختلف الجمعيات المنضوية تحت لوائنا، حيث وبعد مرور يومين كاملين من اللقاءات والزيارات والمعاينة الميدانية وقفنا على الواقع المعاش من الاستثمارات الكبرى وفي مجالات سوسيو ثقافية واعدة تلامس التنمية الاجتماعية وتحارب الإقصاء والتهميش وتجيب على كل الانتظارات المحلية فيما يخص الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير الحق في التعليم والصحة وغيرهما. نحيي كل هذه الإمكانيات المتوفرة، لكن ما يهمني أيضا في هذه القضية ومع كل هذه الاستثمارات أن أتقدم أمام هذا الأستوديو الإخباري لأبعث برسالة أساسية، وهي دعوة صريحة لكل القوى الحية في العالم أن تساند المملكة المغربية في كل المقاربات الجيدة التي تقوم بها. ومن خلال هذه المشاريع التي عينا بأنفسنا أحسسنا بالرغبة الأكيدة للمغرب من أجل رفع تحديات التنمية بهذه المنطقة، ونهيب بكل الذين يشككون في قدرة المغرب على رفع مختلف التحديات أن يتراجعوا عن ذلك ويساعدوا المملكة في وضع حد نهائي لمشكل الصحراء الذي عمر طويلا. وفي الوقت نفسه سحبت 36 دولة اعترافها بالبوليساريو. نؤكد كذلك على تنامي الإرهاب وعدم الاستقرار في الساحل، وهذا شرط أساسي لإنهاء هذا النزاع الذي كما قلت سابقا عمر طويلا. ومن المهم للاتحاد الإفريقي العودة إلى الحقيقة ويساعد المغرب في هذا المشكل، خصوصا مع التهديدات المطروحة حاليا في العالم. فمن الواجب علينا الالتزام الأخلاقي للطلب من كل الشركاء في الاتحاد الأفريقي من أجل السلم بهذه المنطقة. في إطار الزيارة الوفود الأجنبية بالأقاليم الجنوبية وكذلك الدبلوماسية الموازية، بماذا قامت مؤسستكم لدعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية؟ فعلا، وكما تعلمون يحظى الاتحاد المغربي للشغل بعلاقة دولية واسعة مع كل نقابات العالم، ويلعب الاتحاد المغربي للشغل دورا طلائعيا في إطار الدبلوماسية النقابية للتعريف بقضيتنا الوطنية والدفاع عن وحدتنا الترابية. فإنما حلت وفود الاتحاد المغربي للشغل في المؤتمرات الدولية والندوات إلا وكانت المدافع الأمين على قضيتنا الوطنية، وكذلك
حينما نستقبل مجموعة من النقابات سواء الوطنية أو الدولية إلا وتتم عروض من أجل تعريف الحركة النقابية العالمية بقضيتنا الوطنية. والاتحاد المغربي للشغل معروف بأنه منظمة وطنية دافع عن استقلال المغرب وبقي يدافع عن استكمال الوحدة الترابية للمغرب، ونحن منظمة نقابية ندعو إلى السلم والسلام، لأن كل حركة النقابية عبر العالم هي من دعاة السلام والسلم، ونحن بالطبع جزء من هذه الحركة النقابية الأصيلة. طيب، أين توقفتم في حواركم الاجتماعي؟ لقد سبق أن قمنا بمجموعة من المبادرات النضالية من أجل دفع الحكومة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، وقد توصلنا الأسبوع الفارط برسالة من السيد رئيس الحكومة بعدما وجهنا له إلى مذكرة ندعوه إلى استئناف الحوار الاجتماعي، وفعلا ستنطلق ابتداء من يوم الاثنين إن شاء الله جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم الاثنين 23 فبراير ثم 26 ثم 2 مارس. والهدف ديال الاتحاد المغربي للشغل وهو طرح المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية وخاصة الطبقة العاملة الصحراوية من أجل الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة. بالطبع هناك ملف التقاعد الذي تريد الحكومة أن تسنه، ونحن لنا منظور من أجل إصلاح منظومة التقاعد. ثم هناك ملف حريات النقابية التي نعتبرها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والتي سنطالب الحكومة بسن سياسة من أجل حماية هذه الحريات النقابية. السيدة الميلودي المخاريق لبين العام للاتحاد المغربي للشغل، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. تحت شعار الجهوية النقابية مدخل أساسي لتفعيل دور الشباب وانتظاراته في توزيع عادل للثروات المحلية، نظمت النقابة الوطنية لعمال الفوسفات فرع العيون الشاطئ والمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نظمت المؤتمر الجهوي التأسيسي لجهة الصحراء، والذي حاولت من خلاله التطرق لجميع مطالب شغيلة الفوسفات. المزيد مع العالي حميميد وعبد الله المحمودي. تأمين مستقبل لشغيلتها هدف النقابة الوطنية لعمال الفوسفات، والتي عملت على إنجاح هذا المؤتمر الجهوي التأسيسي لجهة الصحراء العيون بكراع من أجل الوقوف على أهم مطالب هذه الشغيلة، وعلى رأسها التغطية الصحية، التعويضات، وتحسين التقاعد التكميلي. اليوم كنتوجوا هذا العمل أو هذا البناء التنظيمي الجهوي كمدخل أساسي لأولا تجاوب مع الشغيلة الفوسفاتية ومطالبها المشروعة في الجانب الاجتماعي والجانب المهني، وأيضا هي فرصة باش نستحضروا أن الفوسفات كثروة وطنية تهددها مخاطر جيوسياسية، ومفروض أن الميزانية المرصدة تعالج وتأخذ بعين الاعتبار المنتج الحقيقي والفعلي اللي هي الشغيلة الفوسفاتية. هو النبض أو صوت الشارع بالمنطقة، هو صوت الشباب ومطالبهم. أيضا يأتي التنظيم في إطار الدينامية التنظيمية اللي كتعرفها نقابتنا على المستوى الوطني، وبعد نجاح محطات جهة خريبكة وجهة القنتور وجهة دار البيضاء أسفي وجديدة، واللي اخترنا له واللي كانت من بين مقررات مؤتمر السابع لنقابتنا اللي نظمها ببزنيقة سنة 2013، واللي ركز على إدماج أكبر عدد مشكل، أكبر عدد من الشباب والإطارات والكفاءات النقابية. مؤتمر دعا من خلاله المشاركون إلى تكاثف الجهود وفتح حوار جاد وشامل ومتعدد الأطراف، قصد صياغة خريطة طريق ملزمة هدفها الرفع من الإنتاجية، تحسين الحكامة، وانخراط الجميع في كل الأوراش المفتوحة. بمقر عمالة إقليم بوجدور، عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اجتماعا لها خصص للدراسة والمصادقة على عدد هام من المشاريع بالعودة إلى محمد مصطفى خيا ومحمد شارة.
خلال هذا الاجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية ببوجدور تم عرض ودراسة مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية لبلدية بوجدور في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2015 والتداول بشأن إعداد المخطط الإقليمي لمحاربة الهشاشة برسم السنة ذاتها وكذا إحداث لجنة قصد إعداد تقرير تقييمي لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنجزات بالإقليم ما بين سنتي 2005 و2015. تم تخصيص اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لليوم لثلاثة نقاط: الأولى لدراسة البرنامج الحضاري برسم سنة 2015، النقطة الثانية تم تخصيصها للمداولة بشأن برنامج الهشاشة برسم نفس السنة، والنقطة الثالثة تم تخصيصها لإحداث لجنة تتكلف بإعداد تقرير تقييمي للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2005 إلى سنة 2015. كان نقاش يعني حول الإنجازات اللي في الإقليم، حول كذلك الإكراهات وما هو يعني نقاش ما هو إيجابي ما هو السلبي بالنسبة للمجموعة المشاريع اللي حاولنا باش نحاولوا باش نصلحوا نطوروا من يعني مجهودات الفاعلين بالإقليم. هذا كامل يهم الساكنة وفي مصلحة للساكنة ويهم الجميع ومصلحة عامة له تعود بالنفع العميم على الساكنة وعلى إقليم بوجدور بصفة عامة. وتبلغ الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بوجدور برسم السنة الحالية 8.5 مليون درهم. ومن بين المشاريع المقترحة أشغال تبليط الأرصفة بحي العودة وحي علال بن عبد الله وحي السلام ومولاي رشيد، وكذا برنامج تكوين لفائدة اللجنة المحلية وفرق تنشيط الأحياء ودعم 3 مشاريع مدرة للدخل. نرحل شرقا إلى سمارة وفي موضوع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، حيث انكبت مكونات المنظومة المحلية خلال السنوات الأخيرة على تقوية وتدعيم الشبكة الطرقية بإحداث مدارات ومحاور جديدة. اليوم يصل طول الشبكة الطرقية بالمدينة إلى 48 كيلومترا. البنى التحتية والسلوك البشري فضلا عن الحالة الميكانيكية للعربات مسببات رئيسية لحوادث السير. كاميرا القناة تجولت بأهم شوارع المدينة ورصدت تفاعل مستعملي الطريق فضلا عن تدخلات المصالح المعنية رفقة يوسف زعواطي ومبارك الباز. مدخل الشمالي للمدينة شريان الشبكة الطرقية، علامات التشوير المثبتة تحدد سرعة 60 كيلومتر في الساعة كحد أقصى لحركة العربات بهذا المحور الطرقي. جهاز المراقبة عن بعد يرصد حالات المخالفة قبل تحرير محاضر في شأنها. التواجد ديالنا في نقط ديال المراقبة بجهاز الرادار هو تفعيل البنود مدونة السير من أجل الحد من حوادث السير، خصوصا على مستوى الطرق اللي كتعرف كثافة ديال السير واللي كتعرف زيادة في السرعة. إذن كذلك تزامنا ولا تجاوبا مع إعادة الهيكلة ديال المدينة سمارة خصوصا في البنية التحتية اللي عرفت إصلاح وتعبيد مجموعة من الطرق. الحمد لله هاد السنة ما سجلنا ولو حالة ديال قتيل في مدينة سمارة، وهذا بالفضل ديال التعاون ديال السلطات المحلية للمجتمع المدني كذلك الإعلام كذلك انخراط المواطنين في مدينة سمارة. نظرا للبنية التحتية اللي ولات في الطرق تقريبا أنها كلها طرق جيدة، وهذا كيساهم في ارتفاع السرعة خصوصا داخل المدار الحضري، مما كيشكل زيادة في حوادث السير، وهذا شكل شيء خاص.